معنا اليوم القسم الثالث والأخير من المؤتمر عنوانه Connectivity، والنقاش بعنوان Connectivity and Smart Life Impact of Connectivity on the Quality of Everyday Life. بدير النقاش الأستاذ أيمن مهنا، المدير التنفيذي لمؤسسة سكايز سمير قصير آيس. Who's missing? Mr. Abu Saab, not the minister. استاذ ايليا ابو صعب مش معالي الوزير لحد هلا. مساء الخير، رح انتقل بعد شوي للغة الإنجليزية. شكرا لحضوركم معنا خاصة بهالوقت المتأخر من النهار، ففي تقدير خاص لوجودكم معنا، وإن شاء الله آخر جلسة تقدر تجمع عدد كبير من الأفكار يلي حكينا فيها خلال اليوم. فشكرا من جديد انكم معنا. هاي جلسة هي اليوم الجلسة الختامية اللي رح ننظر فيها للمستقبل. رح نبلش دغري. Also, thank you for being with us. I am really very pleased and honored to be on the panel with you today as a moderator. I would like to thank the Meshidia Foundation, Dr. Meshidia in particular, for giving me this opportunity. I come mainly from a freedom of expression perspective. So we'll see how we'll حرية التعبير بشكل خاص، ولذلك سوف نرى إن سوف يسمح لنا بالحديث بحرية وبانفتاح خلال الدقائق المقبلة. سوف أبدأ مع أنوشة أنصاري. شكرا لك لوجودك معنا. لقد استمعنا إليك الآن. أنت المدير التنفيذي لبرديا سيستم وأول مكتشفة فضاء امرأة. السيد ستيفان بازون Digital economy, head of the digital economy masters at USG. I'm actually very pleased to be with him on the panel. يسرني أن تكون معنا هنا. نلتقي مرة في الفصل لكي نتحدث أو نتطرق إلى الأشخاص الذين سوف يدخلون في برنامج الماجستير. السيد محمد مراد، المدير التنفيذي الإداري لجوجل في المنطقة، أنت الوراء استثمارات جوجل وتركز على الإعلانات. السيد الياس أبو صعب، مدير كرياتيكس وهو رائد أعمال مدمن. نحن بحاجة إلى أشخاص مثلك في لبنان، تركز على خبرة المواطنين لأنك مهتم و تركز على أنظمة الحشود من أجل حل مشاكلنا في لبنان. والسيد أخيم فونت، المدير
في فريدريخ إيبرت ستيفتونغ وهو صحفي سابق قد غطى الأوضاع في المنطقة وفي المنطقة. سوف نتحدث عن الهايبر كونكتيفيتي أو عن التواصل السريع وندرس المجالات المستقبلية. نحن مرتبطون بالشبكة ومتصلون بشكل دائم والاتصال يسيطر على كل جهاز نستخدمه ليس فقط على الهاتف أو الأجهزة الحاسوب أو تابلتس بل في براداتنا والمتاجر سوف تعرف أننا لا نملك حليبا ولحما كافا في براداتنا وسوف يسيطر على أجهزة طب دقات القلب حتى أيضا ويفتح مجالات كبيرة للعديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى آلات صحية مرتبطة بأجسادهم ومن خلال هذه الآلات سوف يعرف أطباءهم أنهم بحاجة إلى دعم ومساعدة وترتبط أيضا بسياراتنا لكي تعرف السلطات المعنية وعمال الإغاثة في حال وجود حادث طارئ. هذه هي الأمور التي سوف نناقشها اليوم في هذا العالم المترابط. ما هي فرصنا الجديدة وما هي تحدياتنا الجديدة؟ سوف أبدأ بالسيدة أنصاري. هل نعيش حقا في عالم مترابط جدا أو هايبر كونكتد؟ ومن هو جزء من هذا العالم ومن هو المستثنى منه؟ أعتقد أن الطريق ما زال بعيدا أمامنا لكي نصل إلى عالم مترابط جدا أو هايبر كونكتد، لأن هناك الأشخاص الذين يعيشون في مناطق لا يحصلون فيها على نفاذ إلى الإنترنت والنطاق الواسع، وبالتالي الطريق ما زال طويلا ولكننا سوف نصل إلى هذه المرحلة. غير أن ذلك يفترض تواصلا ماديا، وأجهزة الخلوية هي الوسيلة المنتشرة التي تسمح لنا بالتواصل والاتصال بالإنترنت في هذه المرحلة. هل هناك نموذج جديد لانعدام المساواة والعدالة بين المتصلين وغير المتصلين، وكيف يترجم ذلك في الحياة اليومية؟ أعتقد أن هناك ثغرة كبيرة بين الأشخاص المتصلين بالإنترنت وغير المتصلين، لأن النفاذ إلى المعلومات هو بمثابة قوة وسلطة، وهذه السلطة تفتح فرصا كبيرة لتحسين عملك وتحسين بيئتك وتحسين وتقدم أو تعطي بعض شيء من الحرية. هذا العالم لا يتمتع به الأشخاص الذين لا يملكون نفاذا إلى الإنترنت، وبعض الأشخاص يستفيدون منه بشكل جائر. السيد مراد، مع من تحاولون التواصل اليوم؟ إذن هناك حوالي 3 مليارات شخص متصل بالإنترنت، وسرعان ما سوف يتصل العالم كله بالإنترنت في المدى القصير، لأننا نسعى جاهدين لحل هذه المشكلة. لقد أعلن فيسبوك عن موقع اسمه internet.org والذي يستهدف الأشخاص الذين لا يتمتعون بالقدرة على الاتصال اليوم ولكنهم يعيشون ضمن في تغطية برج اتصال. نحن في جوجل نعمل على أمر أبعد من هذا الموضوع. سوف نعمل على تواصل لأكثر من 2 ملياري شخص مع مشروع يدعى مشروع لون أو بروجكت لون، الذي يوفر التواصل الإنترنت عبر البالونات الهوائية. وهذه ليست المشكلة، غير أن المشكلة تكمن في قيمة الإنترنت ولماذا يكتسي الإنترنت بهذه الأهمية. المعلومات بالتأكيد مهمة، وإذا ما نظرنا إلى مهمة جوجل فهي تقتصر على تنظيم المعلومات وتوفيرها للجميع، ولكننا اليوم نفكر بهذا الموضوع ودورنا في العالم توسع. تشير الأخيرة إلى أن التكنولوجيا قادرة على حل المشاكل وتقديم حلول جذرية لها، وسوف أعطيك بضعة أمثلة.
أولاً فلنأخذ مثال حوادث السيارات. 1.2 مليون شخص يموتون جراء هذه الحوادث سنوياً، ليس في لبنان، إذن عالمياً، أي تحطم طائرة يومياً. هذه مشكلة على مستوى البشرية، وهناك حل لها باستخدام التكنولوجيا، وهذا ما تحاول جوجل فعله من خلال السيارات التي تقود ذاتها. ولأننا نؤمن بأن أجهزة الحاسوب هي قادرة على قيادة السيارات أفضل من الأشخاص أو من الناس، على الأقل الأشخاص تحت تأثير الكحول. وفي المستقبل المتوسط و في المسافات الطويلة يمكن للكمبيوتر أن يساعد، هذا حل. أما الحل الآخر فقد يكمن في لواصق العدسات اللاصقة التي يمكنها أن تقيس مستوى السكري في الدم. إذن هذه خطوات متقدمة جداً، وسوف أعطيك الفلسفة وراء هذا المشروع. أعتقد أن التكنولوجيا تسمح لنا اليوم بالانتقال من تحسين بنسبة 10% إلى تفكير مضاعف أكثر، وكيف يمكننا أن نأخذ أمراً وما نحسنه بأكثر من 10 مرات من خلال التكنولوجيا. جوجل وكل شركة تكنولوجيا أخرى تحاول تقديم هذه الحلول الجذرية في التكنولوجيا. وفقاً لما سمعته السيد أبو سام خلال هذا اليوم في هذه الجلسة، I can't help thinking that there لا يسعني kind of إلا أن أشعر أن هناك ثغرة بين الأجيال. فلا يكفي أن نضمن نفاذ الناس إلى الإنترنت، بل يجب أن نفكر في كيفية استخدام الإنترنت. عندما نقوم بتطوير تطبيقات جديدة ونفكر بتجارب المستهلكين، ما هو المستهلك الذي تفكر به عندما تطور هذه المنتجات؟ وما هي العملية السوسيولوجية التي تفكرون بها عندما تطورون؟ عندما نطور تطبيقا يجب أن نفكر في الجمهور. عندما نطور إذن تطبيقات أو برمجيات أو مواقع إلكترونية، علينا أن نصممها للأشخاص البطيئين أو بطيئي الاستيعاب، لكي يسهل على كل شخص لا يفهم النظام أن يتمكن من استكشاف هذه المنصة. ويجب علينا أن نقي أو نأخذ في الاعتبار الفوارق اللغوية بين الدول. هناك الكثير من التطبيقات قادرة على رأب الثغرة. يمكنك أن تعطينا مثالا رجاء؟ بغية تطوير برنامج أو موقع إلكتروني، يجب على الناس أن يقوموا بذلك في لغة واحدة، وبفضل جوجل ترانسليت يمكننا أن نترجم أي موقع إلكتروني إلى أي لغة هو، إلى لغتك الأم. ولكن ما هو التواصل الكبير أو هايبر كونكتيفيتي؟ هو تجربة المستخدمين. Whatever they can find for to take out the burden. يمكن للناس أن يخفف العبء على نفسهم وأن يسمحوا للآلة بالقيام بذلك عنهم. لقد تحدثنا عن المستقبل وما الذي سوف يحصل في هذا المستقبل. المستقبل اليوم حصل عام 2014، قد طور وغير قطاع التكنولوجيا مقارنة بما قمنا به خلال السنوات 15 المنصرمة. تم اكتشاف كواكب جديدة. هناك آلات يمكنها أن تأخذ ذاكرتك وتضعها على جهاز فيديو.
إذن لقد تخطينا تجربة المستخدم ودخلنا موضوع M to M machine to machine أو man to machine and machine to mobile وهي مفاهيم تكنولوجية جديدة. سوف نتحدث عن هذه البرامج الجديدة ومعناها في حياتنا. أنت متخصص سيد بازان في الاقتصاد، كيف يمكن لهذا التواصل السريع أن يؤثر على شركات في العالم يوميا؟ إن سمحت لي أود أن أخذ هذا الموضوع من منظار أوسع، لأن الأعمال هي نتيجة للأعمال الإنسانية. نحن نحاول أن نربط العالم منذ أول العصور. لقد أسسنا طرق وقطارات وبنى تحتية وآلات وشبكة معلومات في التسعينيات، ولدينا اليوم شبكة أشخاص ولدينا شبكة الأمور المترابطة اليوم. وبالتالي أعتقد أن ربط العالم وربط الناس هو إحدى الحوافز الأساسية للإنسانية. إذا ما فكرنا بهذا الموضوع، إن الذكاء الجماعي يعمل على زيادة التواصل والتفاعل بين الناس من أجل تحقيق نتائج أفضل، وهذا الأمر ينطبق على الاقتصاد والأعمال كلما تعاونت الشركات مع بعضها البعض. ولكن المشكلة، ولا أدري إن كان الوقت يداهمنا، إذن نحن نحاول تنفيذ التكنولوجيا بسرعة ولا نفكر بما تقوم به التكنولوجيا. ولذلك انضممت عام 2006 إلى ويب ساينس انيشيتيف من أجل تخصيص وقت ما لجمع العلماء حول طاولة حوار لكي يخصصوا الوقت لكي يفهموا ما الذي يحصل والمستقبل. وأحد الأمور الأساسية التي نتجت عن هذه المبادرة تكمن في خلق منصة التعليم الإلكتروني. لماذا؟ لأنه إن لم نثقف الناس ولم نعطي الناس فرصة فهم ما الذي يحصل، بالتأكيد قد يتواصلون بسرعة ولكنهم سوف يكونوا جهلة. وهذه هي المشاكل الأساسية التي نواجهها اليوم. جرت دراسة أخيرة من في حكومة ويلز في المملكة المتحدة. أظهر تقرير أن غالبية التلاميذ الذين شاركوا في الدراسة هم هايبر كونكتد أو متصلين بسرعة، ولكنهم يجهلون الكثير من الأمور المتعلقة بهذا العالم. ولذلك أطلب من المدارس والجامعات أن يطوروا مناهج دراسية من أجل تفسير وتعليم التلاميذ، ليس على إنترنت إكسبلورر وورد وإكسل، ولكن الإكسبلورر وما الذي يقومون به على هذا الموقع الإلكتروني. هذا سوف يندرج مع مجموعة الأمور التي نعيدها. أنتم مؤسسة سياسية تستثمرون في تطوير الديمقراطية في العالم. Direct relationship between hyperconnectivity and democratic processes. How is it affecting political democracy and the operation of democracy? And how does it affect it? This is a good question. Very good. In the end of this meeting, I think there is the ability and the ability and the positive effect. But we saw during this day that it can go both ways. So the question is, where do we as consumers of information, of connectivity, take it? What will we do with it? If I just may, because after all this phalanx of people who have described the potential of connectivity or maybe hyperconnectivity, I just wanted to play a bit the future guy. I have to confess, even with the generation gap, I would still call myself a bit of an addict, even though I have many applications on my smartphone, but nevertheless,
في الذكي. وبالتالي لقد عقدنا مؤتمرا عن موضوع سياسي، وقال زميلي أليس ذلك أليس هذا مؤتمرا رائعا؟ لقد هل ترى عدد الناس الذين لم ينظروا إلى هواتفهم؟ وكنت أتوقع منه جوابا آخر، هل نقيم أهمية مؤتمر بعدد الأشخاص الذين لم يتحققوا من بريدهم الإلكتروني خلال المؤتمر؟ لقد لفت نظري عبارتين أو ثلاثة. جرت دراسة هذا السنة عن العمال في المملكة المتحدة، و 55% من هؤلاء العمال غير قادرين على تحمل عدد رسائل البريد الإلكتروني الكثيرة. وكانت الدراسة تدعى Infobesity، أي دسامة المعلومات وكثرتها. مايكروسوفت قامت بهذه الدراسة في المملكة المتحدة، وإذا ما وعت الصناعة وهذا القطاع لمخاطر هذه الظاهرة، من المثير للاهتمام أن نقوم بتحليلها على المستوى الشخصي والخاص. أعتقد أن السنة المنصرمة هنا برزت ظاهرة جديدة وهي فومو أو هاشتاغ فومو، التي تسمح للأشخاص الذين أمضوا وقتا بعيدا فهم بمعرفة المعلومات التي فوتوها. وبالتالي هناك أيضا مفهوم يولو أو you only live once. إذن على المستوى الشخصي هناك قدرة جيدة. إذن أما التأثير الثالث لما حاولت أن أصفه الآن، والعبارة الثالثة الرئيسية التي واجهتها هي digital detox، لأن عددا أكبر من الأشخاص يحاولون أن يأخذوا استراحة من هذا التواصل ويتعاملوا معه بهذه الطريقة. ولكن عندما نبحث على جوجل عن عبارة digital detox نحصل على أكثر من 2 مليون نتيجة تقول لنا هذه النتائج كيف يمكننا أن نصبح أكثر فعالية في التعامل مع digital مع العالم الرقمي أو الفعالية الرقمية. شكرا لك. أطرح هذا السؤال على المشاركين جميعا وأركز على التحديات قبل أن نفتح المجال أمام الأسئلة. لقد كنت تحلمين وكانت أحلامك كبيرة جدا. ما هي الأمور التي سوف يسمح لك التواصل بتحقيقها؟ سوف أعود إلى السؤال في الثغرة بين الأجيال. من المهم أن نضمن أن الجميع متواصل، فنحن نتعامل مع التكنولوجيا والتواصل والمعلومات بطرق مختلفة. إذا ما نظرنا إلى ثقافة الشباب وإلى الشباب والأدوات والمنصات البينية التي يستخدمونها للحصول على المعلومات تختلف جدا عن تلك التي والدتي استخدمتها والتي ربما أنا استخدمتها في السابق. الجيل الجديد يثق ثقة كبيرة في المعلومات التي يحصلون عليها من الإنترنت ولا يهتمون بالخصوصية إطلاقا. عندما نركز على جيل والدتي أرى أنها تهتم بالخصوصية نظرا للتطورات التي عاشتها في حياتها، وبالتالي لا تملك عددا كبيرا من التطبيقات على هاتفها. لذلك يجب أن نتذكر هذه الخصائص. وبالتالي في عالم تواصل سريع ممتاز حيث يتوفر كل شيء، سوف تتمتعون بقدرة سهلة للوصول إلى التطبيقات والمعلومات التي تتكيف مع كل فرد، وبالتالي يمكننا أن نستفيد من التكنولوجيا دون التخلي عن الخصوصية، ويمكننا أن نتمتع بها من دون تعريض أمننا للخطر. وهي تتكيف مع حاجاتنا
دون أن نخشى كيف تتواصل هذه المعلومات وتترابط. بالإضافة إلى ذلك كنت أفكر شخصيا في التوازن بين الكثير من المعلومات والعدد ضئيل من المعلومات والسيطرة على المعلومات والرقابة عليها، ولكن برأيي ما من جواب قاطع. لكن غسان قال أن الجمهور هو الحكم النهائي.